الناس اللي هتبص بعد كده. المفروض النهارده اليوم التاسع او المره التاسعه او الجمعه التاسعه اللي بنتكلم فيها عن الجزء بتاع مهم التسويق. المفروض كنا علشان الناس اللي ما حضرتش السيزون كله من الاول المفروض اتكلمنا عن الاجزاء بتاعه التسويق من A to Z، يعني كل حاجه المفروض ان احنا قلناها عن الماركتنج من الاول للاخر، ازاي تبتدي في المجال وازاي تشتغل في المجال من اول للاخر وازاي ان انت تاسس نفسك في المجال والقصص دي كلها. المفروض بقى وصلنا في التطور لحد ما خدنا كاستمر بيهيفير وازاي تاسس الـ نفسك في الماركتنج وازاي تشتغل جوه اورجنايزيشن بتاعت ماركتنج وتلاقي نفسك جوه الاورجنايزيشن دي بتحقق نجاحات وازاي تبني نفسك في المجال وكمان ازاي تدرس التسويق بطريقه عمليه. كل الحاجات دي المفروض ان احنا اشتغلناها سوا، والمفروض الكلام ده كله عملناه خلال شهور طبعا تكمله لسلاسل مختلفه. طب خلينا نخش دايركت كده ونشوف المفروض ايه الموضوع بتاع النهارده، او المفروض النهارده هنتكلم عن ايه. المفروض النهارده كلامنا عن الماركتنج للستارت ابس او للسمول بزنس، تمام؟ طبعا في فرق ما بين الستارت اب والسمول بزنس، بس احنا النهارده بنتكلم عن الجزء بتاع السمول بزنس. المفروض لو انا هبتدي اشتغل سمول بزنس، او لو انا المفروض والله جات لي شركة المفروض ان انا هبتدي معاها ابتدي لها ماركتنج، المفروض الشركة دي بتشتغل لسه في البداية، لسه شركة صغيرة، شركة صغيرة او شركة ناشئة لسه المفروض ببتدي معاها من الاول. طب المفروض ايه اللي يحصل في حاجات؟ احنا دايما بنتكلم ان الماركتنج من اول المجال لحد اخره. يعني ايه؟ يعني انت المفروض لو هشتغل على بيزنس المفروض ان انت بتشوف اساسيات البيزنس اللي انت هتشتغل عليه از ماركتنج. هل البيزنس ده ماشي بشكل سليم ولا مش ماشي بشكل سليم؟ البيزنس ده اوريدي محقق نجاح ولا مش محقق نجاح؟ هل البيزنس ده فاهم هو بيعمل ايه علشان لما ينزل السوق واشتغل له ماركتنج يبقى هو اوريدي شغال مظبوط والمفروض ان هو تمام ما عندهوش مشاكل وما عندوش اي حاجه او اي ايشوز المفروض ان هي تعوقه جوه البيع او جوه الماركت بتاعه؟ طب هل هم نازلين مسعرين كويس وفاهمين يعني ايه تسعير؟ طب هل هم ماشيين بشكل مظبوط في الشغل بتاعهم وجوه الماركت نفسه، او هم محضرين بيزنس موديل والقصص دي، ولا النظام ماشي ازاي؟ فانت لو انت هتشتغل از ماركتنج، لو انت هتشتغل از ماركتنج لسمول بزنس، لو انت هتشتغل ماركتنج لسمول بزنس لازم بتسأل نفسك كده التنظيم جوه المكان ده عامل ازاي؟ هل الناس دي منظمة ولا مش منظمة؟ الناس دي ماشية بشكل كويس ولا لا؟ ما ينفعش ان انا اشتغل في سمول بزنس هو اصلا مش عارف هو رايح فين ولا هيعمل ايه ولا الدنيا فيها ايه، وتعالى ابتدي امسك لنا الماركتنج عشان احنا سمول بزنس واحنا هنبتدي. طب انتوا فاهمين شغلكم عامل ازاي؟ وفاهمين الاورجنايزيشن دي رايحه فين؟ ولا انتوا حاطين كده مديول وخلاص، تمام؟ طب لقيت الناس دي مش مظبطه امورها والدنيا معاها مش احسن حاجه ومش قادرين يظبطوا مش قادرين يظبطوا الدنيا دي، فانت دورك بقى كبتاع ماركتنج ان انت تبتدي تقعد معاهم تقول لهم يا جماعه فين الاورجنايزيشن نفسها، تمام؟ فين الـ يعني التظبيط بتاعت الشركه نفسها، والله فين الشركه نفسها رايحه فين؟ ادوني بزنس بلان، ادوني بزنس بلان، او ادوني بزنس موديل، او ادوني اي معلومات مكتوبه، تمام؟ فانت لازما كده تخلي بالك ان انت تاخد اي معلومات قبل ما تشتغل، قبل ما تشتغل، تمام؟ تاخد معلومات مكتوبه لو انت بقى هتشتغل ايه ماركتنج، تمام؟ تاخد معلومات مكتوبه عن البيزنس نفسه،
تمام. ما ينفعش ان انت تشتغل كده وخلاص، ما ينفعش ان انا يلا هنشتغل ماركتنج، اه احنا بننتج مثلا نوع مختلف من العصائر، بننتج مثلا الجلافس مثلا عشان الشتاء، بننتج بطريقه مختلفه. ايا كان لازم قبل ما تشتغل تاخد كل المعلومات المكتوبه عن الشركه نفسها، عن الاورجنايزيشن نفسها عامله ازاي، تمام. اول ما تخش كده تشوف التفاصيل ماشيه ازاي. ممكن يجي بقى من ايه بالظبط، ده يجي ممكن من العصف الذهني نفسه، تمام. كل ده شغل ماركتينج على فكره، مش شغل ان انت بتعمل بيزنس وخلاص، او شغل ان انت بتعمل اي كلام وخلاص، لا ده شغل ماركتينج. انت لازما وانت شغال از ماركتينج تكون فاهم القصص دي، تكون عارف ان انا كواحد بتاع ماركتينج لا لازما ان انا اكون فاهم انا بعمل ايه بالظبط، لازم انا اكون عارف الاورجنايزيشن دي رايحه فين وجايه منين والتفاصيل بتاعتها، تمام. لازم تكون عارف العائد على الاستثمار جاي منين، تمام. العائد على الاستثمار اللي احنا بنسميها الار او اي، تمام، جاي منين. يعني انت دلوقتي انتوا كشركه سمول بزنس، المفروض ان احنا انا هشتغل لك ماركتنج، طب حلو هشتغل لك ماركتنج، انت بيخش لك فلوس، طب الفلوس دي بتخش منين، طب الفلوس دي قد ايه. الحاجات دي لو انت ما ظبطتهاش، او احنا بنقول الحاجات دي ليه، لو انت ما ظبطتش الحاجات دي من قبل اصلا، لو انت ما ظبطتش الحاجات دي من قبل ما تشتغل، يعني انت من قبل ما تشتغل في التسويق للشركه، لو انت ما ظبطتش الحاجات دي هتيجي تسوق للشركه دي هتلاقي نفسك بتضيع، يعني بتعمل حاجات وتلاقي تتفاجئ بعد كده ببوجز وايشوز كده وحاجات كده بتطلع لك كده في النص ومشاكل انت في غنى عنها، انت الدنيا بالنسبه لك هتبقى في غنى عنها. فانت لما تيجي تعمل ده تحدد ده، طب هل انت الناس دي ليها رساله؟ يعني الناس دي ليها رساله اصلا؟ لازم تكون عارف الناس دي ليها رساله تتشرح، تمام؟ لازم يكون في رساله تتشرح في 30 ثانيه، تمام. لازم يكون في رساله انت كده لازم تكون عارف تتشرح في 30 ثانيه، تمام. انت دلوقتي من الحاجات اللي بنبتدي نتست بيها لما بنيجي نشتغل مثلا كتقييم لبزنس او حاجه، بنشوف لما بنسال صاحب البزنس انتوا مين، لو قال لك احنا مين في خلال كده 30 ثانيه، تمام، وقدر توصل او قدرت انت توصل للمعلومه في خلال 30 ثانيه، لا انت كده خلاص الناس دي فاهمه هي بتعمل ايه بالظبط. طب الناس دي ما قدرتش ان هي توضح بالظبط هي مين او بتعمل ايه او التفاصيل بتاعتهم ايه بالظبط، لا اعرف ان الناس دي اي كلام، الناس دي مش هتقدر، مش قادره توصل لك المفهوم بتاع البيزنس، هتقدر انت بعد كده تفهم منهم عشان توصله للاودينس. طب ازاي؟ طب اذا كنت انا اصلا مش فاهم فهوصل كلامك هوصل كلامك للاودينس ازاي؟ ما انا حلقه الوصل بتاع ماركتنج، انا حلقه الوصل ما بين الكلاينتس نفسهم، ما بين العملاء، وما بين الشركه نفسها، ما بين البيزنس نفسه، تمام. فانت دلوقتي انا المفروض قبل ما اشتغل از ماركتنج، او لما اجي اشتغل كماركتنج مع سمول بزنس، تمام، قبل بقى ما اقول بقى يلا، يعني بعض الناس، طب يا جماعه احنا محتاجين نبتدي كسمول بزنس نشتغل ماركتنج، طب يلا هات ميديا باير ونبتدي نعمل اعلانات. صباح الخير، انت اللي انت بتعمله ده مش هينفع طبعا خالص، انت هتعمل اعلانات على شغل انت مش عارفه، او هتعمل اعلانات على حاجات انت المفروض مش مظبطها، انت مش عارف اصلا انت هتعمل ايه، تمام. يعني انت يعني مش عارف تفاصيل الويب سايت، سوري، مش عارف تفاصيل البيزنس نفسه، فانت مش عارف التفاصيل البيزنس، فانت هتوصلها ازاي، تمام. فانت من الحاجات المهمه جدا ان انت لما تيجي تشتغل ما ينفعش تجيب حد كده يلا بينا نشتغل ومع السلامه وخلاص، لا انت لازم تكون مظبط ايه كل الاجزاء بتاعتك بشكل كبير عشان تبقى عارف انت المفروض هتشتغل على البيزنس ده ازاي. طيب تعالى كده نشوف بعد كده، هل في بقى سؤال بيبتدي بعد كده، انت انا كده بشرح لك الخطوات، او احنا بنتكلم في الخطوات لما انا هجي اشتغل على سمول بزنس، تمام، هعمل ايه، تمام. يلا احنا انا داخل سمول بزنس، طب هي هعمل ايه، تمام. اول حاجه زي ما قلت لك هتروح تقول لهم يا جماعه انتوا بتعملوا ايه، بتبيعوا ايه، حلو. طب الناس دي عرفت تقول لك بنعمل ايه وبتبيع ايه والكلام ده كله، طب فين الموقع بقى، تمام، الموقع بتاعكم فين، تمام. يعني لما احنا بنيجي نشتغل كبزنس سوليوشنز او بزنس ايجنسي، بنشتغل مع شركات بره مصر،
اول سؤال، اول سؤال بيتسال يعني، بص من قبل ما، من قبل تفكير، من يعني من فروم سكراتش كده، الويب سايت بتاعكم فين؟ طب ليه الويب سايت بقى؟ يعني ليه الويب سايت؟ احنا عندنا نوعين من الديجيتال ماركتنج بلاتفورمز، نوع انت بتمتلكه، تمام؟ نوع انت بتمتلكه اللي هو الويب سايت، دي حاجه ملكك انت، انت اللي مسؤول عنها، انت الشخص المفوض للبلاتفورم دي، وتقدر تشيل عليها وتحط عليها. ونوع تاني مش مملوك ليك، مملوك لشركات مختلفة زي فيسبوك وانستجرام، ودول مملوكين لميتا مثلا، وجوجل مملوكة الالفابت والكلام ده كله. فانت بيقول لك على الويب سايت المملوك ليك فين. طب ليه الويب سايت؟ يعني ليه الويب سايت؟ ايه فرقت يعني الويب سايت من مش من ما فيش؟ اول حاجة، تمام، بيبين تمام مدى جديتك، تمام. اي شركة او سمول بزنس تلاقيه مش عامل ويب سايت، اعرف ان الراجل ده جاي بيعمل اي حاجه وماشي. ليه بقى؟ هيجي يقول لك انا هدفع ليه فلوس ويب سايت، وبعمل ايه بفلوس الويب سايت، مش عارف ايه، وايه لازمه الويب سايت. ما يعرفش ان اصلا شغل السوشيال ميديا حاليا ما بقاش مبني على ان انا بعمل تارجت اودينس واختار واستلكت الانترست، لا، الكلام بقى كله مبني على ويب سايت، تمام. فبيبين مدى جدتك. تاني حاجه بعد كده المعلومات. اصلا انا لو عايز اعرف معلومات عن اي شركه من خلال الويب سايت، اقدر اوصل لكل الانفورميشن. اي انفورميشن انا ما وصلتلهاش على الويب سايت، فانا ما بعتمدش بيها. ليه؟ لان انت هو لغه اساسيه ما بين الاودينس وما بين الشركه نفسها، لغه اساسيه ما بين الاودينس. طب الناس دي مش بانيه ويب سايت، طب انتوا ناويين تبنوا ويب سايت؟ اه احنا ناويين. خلاص، يبقى احنا واحده من الاساسيات اللي هنشتغل عليها للماركتنج جزء الويب سايت. جزء الويب سايت بيتبني عليه شغل ماركتنج كتير جدا جدا، بالذات للسمول بزنس. تمام، انا لو شركه كبيره المفروض بشتري منها او هسال هشتري منها او كده، انا ممكن ما اسالش على الويب سايت بتاعها، لان اوريدي الشركه دي انا تراست فيها، خلاص انا باثق فيها، فمش محتاج ان انا اسال بقى الويب سايت بتاعهم فين واعرف الانفورميشن. لا، هي الناس دي براند اصلا، وانا عارف البرودكتس بتاعتهم والحاجه بتاعتهم، فانا مش محتاج ادخل ادور على الويب سايت. طب انت دلوقتي، تمام، سمول بزنس وعايز اسوق له، طب انت هتسوق لسمول بزنس هو اصلا محدش يعرفه عشان يثق فيه؟ طب انت ازاي اصلا هتسوق لهم؟ يعني انت ما فيش اصلا حاجه تبتدي تثبت بيها المصداقيه بتاعتك. فانت عندك جزء الويب سايت مش اصلا مش واضح، يعني انت ما عندكش ويب سايت. طب فانت خلاص انت مش عندك ويب سايت، طب الناس هتلاقيك ازاي؟ يعني اللي هيدور عليك هيلاقيك ازاي؟ والله انا مش عندي اصلا فيسبوك، تمام. طب انا دلوقتي هسيرش ازاي عليك؟ هجيبك منين؟ يعني ما حدش مش عنده اكونت يسيرش منه. انا ممكن لو انا مش عندي حتى اكونت جوجل، لا، اجيبك من على الانترنت واشوفك انت عامل ايه والكلام ده كله، تمام. بس لو انا مش عندي سوشيال ميديا، لا خلاص، انت الدنيا بالنسبه لك ضايعه، تمام. حاجه كمان هتساعدك جدا جدا لو انت واحد بتاع ماركتنج، تمام، في ان انت تتابع العملاء، تمام. العملاء نفسهم، انت لو مش عندك ويب سايت، انت مش هتعرف تمسك عميل في ايدك، مش هتعرف تصرفات العميل بيجي لك منين، بيشوفك فين، الكلام ده كله. ممكن تلاقيه على السوشيال ميديا، بس على السوشيال ميديا الموضوع متغير، ممكن يكون داخل بيسيرش على اكتر من حاجه، انما لما يخش دايركت عليك، لا خلاص، يا اما انت واصل له من خلال الاي سي او، يا اما انت واصل له حد دايركت، وده كمان بتعرفه من خلال ايه، الويب سايت، تمام. من خلال الويب سايت كمان بتقدر تعرف ايه الكلام ده كله. فانت انا خلاص هبتدي اسوق للسمول بزنس، يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ خلاص الناس قالوا لي انت، احنا بنعمل ايه؟ طب يا جماعه الويب سايت بتاعكم فين؟ تمام، يعني انت يعني الويب سايت بتاعكم فين؟ انتوا عاملين ويب سايت؟ لا، احنا يا جماعه مش عاملين ويب سايت. طب انت مش عاملين ويب سايت ليه؟ او فين او ليه؟ تمام؟ طيب بعد الويب سايت اصلا، يعني اصلا بعد الويب سايت بيجي جزء بقى ايه؟ السوشيال ميديا. يعني بعد الويب سايت بيجي عندك ايه؟ السوشيال ميديا. انت لو انت مش الويب مش يعني بعض الناس او السمول بزنس بيعمل ايه؟ بيعمل سوشيال ميديا، تمام، وبعد السوشيال ميديا يبتدي تيست الدنيا، وبعد كده يعمل ويب سايت. في حين ان الاصح، لا، انت المفروض تعمل الاول الويب سايت، وتبتدي تشتغل على الويب سايت، تمام. طيب تعالى كده بقى نشوف ايه فايده بقى اصلا وجودك على السوشيال ميديا. فايده، خلينا نفرق ما بين ان الويب سايت هو هيوصل الناس ليك، تمام، انما من خلال السوشيال ميديا انت بتوصل للناس. يعني انت من خلال السوشيال ميديا انت الناس
بتكون متواجده وانت بتظهر لها از ادز، تمام؟ طب من خلال الويب سايت؟ لا، من خلال الويب سايت هي الناس بتدور عليك فبتوصل لك عن طريق الويب سايت، تمام؟ فالسوشيال ميديا يعني حاجه مهمه جدا، ومن هنا بقى هتبتدي تدخل في شراكه، تمام، على الانترنت اصلا، تمام؟ هتدخل في شراكه اصلا على الانترنت، تمام؟ تدخل في شراكه على الانترنت اصلا، تمام؟ اللي هو انت دلوقتي خلاص بقيت حد اساسي مع الكلاينت من خلال الانترنت اصلا. انت بالنسبه لك الانترنت هو مش هتقدر، لو انت عملت ويب سايت وبعد كده عملت تتبع للعملاء بنسميها تراكنج سيستم، تمام؟ انت خلاص بالنسبه لك الموضوع بقيت فاهم كل حاجه، يعني انت بالنسبه لك فاهم العميل بيبيع، انت داخل عشان انت بتبيع ايه، العميل ده بالنسبه لك حلقه في ايدك، انت فاهم كل حاجه عن العملاء، انت بالنسبه لك خلاص عارف لما العميل بيجي لك بيبقى جاي ليه وعشان ايه وتفاصيله ايه. طب انت عندك ويب سايت بس، تمام، او انت عندك ويب سايت بس، لا مش هينفع ان انت يكون عندك ويب سايت بس. طب لو انت عندك سوشيال ميديا بس، لا برضو مش هينفع ان يبقى عندك سوشيال ميديا بس، لازم يكون عندك ديجيتال ماركتنج كامله. طيب تعالى كده نشوف كده اخطاء من الناس بتعملها على الويب سايت. اول حاجه بيروح يعمل ويب سايت، بيجيب اي حد يعمل له ويب سايت، اي كلام اي كلام، فعلا بتلاقيه عامل الويب سايت ملوش اي علاقه. لا، انت ما تعملش ويب سايت احسن، تمام؟ بتلاقيه عامل الويب سايت صفحه وبناء على الصفحه دي باني فيها داتا وخلاص على كده، تمام؟ لا، هو هنا ده يعني احنا بنقول ان احنا بنعمل ويب سايت، او لما اجي امسك ماركتنج لحد وبعمل له ويب سايت بمسك له الويب سايت بتاعه، او بمسك الويب سايت بتاعه عشان اشوف واجهته عامله ازاي، بشوف ايه واجهته عامله ازاي. طيب لو انا بقى عملت ويب سايت اي كلام، لا انت كده اصلا بتقول للناس ان انا مش احسن حاجه، ان انا مش حد بروفيشنال خالص، تمام؟ فدي حاجه مش مهمه. طب على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا مهم لان الناس بتحب تشوف لغتك اكتر، تعاملك ما بينه وما بين الاوديت التانيين عامل ازاي، يعني من خلال الكومنتس والشير والكلام ده والانجيجمنت بتاع الناس عندك، الناس بتشوف انت بتتعامل ازاي مع العملاء بتوعك. طب من خلال الويب سايت، لا الويب سايت بتشوف واجهتك ايه الحقيقيه. طيب مهم جدا بقى خطوات از ماركتير، كحد بتاع ماركتنج بيشتغل على الديجيتال للسمول بزنس، لازم أن تمشي كده جوه الخطوات دي على خطوات محدده، لازم أن تبني، تمام؟ يعني لازم أن كده ايه، تعالى كده هناخد دي كده نوت على جنب كده، لازم أن الاول تبني، تمام؟ لازم أن تبني، تمام، الايه السوشيال ميديا، تمام؟ وبعد ما تبني السوشيال ميديا، تمام، احنا هنا قلنا الاول ان انت عندك جزء الويب سايت، تمام، تبني الموقع، بعد كده ما تبني الموقع تبني بقى على السوشيال ميديا قنوات الاعلانات نفسها، وبعد ما تبني قنوات الاعلان تربط الموقع، تمام. من الحاجات بقى اللي اصلا ناس كتير ما بتركزش فيها، حتى في شركات بنلاقيها شركات كبيره ومش مركزه في الموضوع ده اصلا، تربط الموقع، تمام، مع السوشيال مع الاعلانات، تمام. الثلاثه دول مهمين جدا 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 جدا، يعني انت ربطك اصلا للثلاثه دول، لو انت كحد ما بداتش بالكلام ده، انت خلاص بنيت السوشيال ميديا وبنيت الويب سايت وبنيت الموقع، خلاص لازم تربط، لازم انت بقى ناخد كده الثلاثه دول كده مع بعض، الثلاث حاجات دول بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه وانت بتشتغل على الويب سايت، وانت سوري بتشتغل على سمول بزنس، لازم تبني الموقع. طب يا جماعه انت عملت موقع حلو، طب السوشيال ميديا، تمام، كويس جدا، تبني بقى القنوات بتاعت الاعلانات اللي هتربط بيها اللي هتشتغل عليها عشان توصل للاودينس. طيب خلاص انت خلصت دول بقى، في حاجه بقى مهمه جدا، انت تربط الموقع مع السوشيال مع الاعلانات، الثلاثه دول مع بعض. طب مثال كده نربطهم ازاي، او يعني ايه نربطهم؟ لازم بتربطهم حاجه مثلا زي تاج مانجر، تمام، لازم تربط جوجل اناليتكس، تمام، لازم يعني واحده او بعض التولز اللي بنستخدمها عشان نعمل الكلام ده، او انا بحاول اوصل لك الدنيا ماشيه ازاي، او ايه الحاجات اللي بنعملها
في كل الكلام ده بنبني حاجه اسمها تراكنج سيستم، لازم تبني. ودي الحاجات او دي الحاجه المهمه جدا جدا اللي بتفرق مع السمول بزنس لما بيجي يستارت. تمام، انت اصلا عامل تراكنج سيستم عشان تبتدي تستكشف العملاء اللي بتستكشفك وتبتدي تشوفهم ولا لا. طب انا دلوقتي عامل ويب سايت وعامل سوشيال ميديا وعامل بتاع ده بلاتفورم بتاعت اعلانات، طب بعد كل ده انا سايب كل حاجه لوحدها وعمال ايه اشتغل على كل حاجه مع بعضها واشوف اعمل تارجت اودينس على فيسبوك واستهدفهم، بعد كده اروح على الويب سايت اعمل له اعلانات لجوجل. طب انت ممكن بعد اذنك تربط كل الحاجات دي ببعض، وبعد ما تربط كل الحاجات دي ببعض تبتدي تشوف الارض عندك اصلا بتقول ايه، الناس اللي بتخش على الموقع طب بتيجي منين؟ اه بتيجي من الفيسبوك. طب ايه اللي موجود على الفيسبوك عشان الناس تتشد ليه وتخش على الموقع؟ لا ده برودكت معين. طب انهي اعلى برودكت بيجيب ناس؟ طب اعلى برودكت بيجيب ناس، ايه الكلمات اللي مكتوبه عليه؟ طب انهي احسن اعلان؟ تبتدي تبني على ده. بعد كل ده تمام، ده كله ليه اصلا؟ عشان تبني تمام مجتمع، عشان تبني مجتمع للبزنس بتاعك. تمام، طب انت المجتمع ده مبني على ايه؟ مبني على الويب سايت بتاعك، مبني على السوشيال ميديا بتاعتك، مبني على ايه؟ الاعلانات بتاعتك. طب هل الكلام ده كله انا كسمول بزنس بالنسبه لي اقدر ادفع فيه فلوس وبالنسبه لي احسن حاجه وبالنسبه لي اقدر ان انا اشتغل عليه واقدر ان انا هلحق ان انا اعمل كل ده وهيبقى معايا فلوس للكلام ده كله؟ اه. طب ازاي بقى هيبقى معايا اصلا فلوس للكلام ده؟ يعني انا ازاي هيكون معايا فلوس ان انا اعمل ويب سايت واروح اعمل الكلام ده كله؟ بتعمله لما انت بتبتدي الكلام ده، بتعمله لما انت بتبتدي تبني للشغل بتاعك اساسيات تقدر تدخل بيها السوق اصلا. طب يعني ايه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني في كده حاجه مهمه جدا، يعني دي اصلا ممكن كمان نكتبها يعني باللون الاحمر اصلا علشان في ناس كتير بتشتغل عليها وبعد كده تلاقي الناس وكنت اتكلمت عنها في بوست من كام يوم، اللي هو ابني على الارض الاول وبعدين ابني التسويق، او مش هنقول التسويق لان التسويق ابني وصولك. تمام، اللي هو دلوقتي يا جماعه لو انا هشتغل مع سمول بزنس ما تنزلش على الارض قبل ما تست السوق بتاعك. يعني مثلا احنا دلوقتي بنبيع مثلا نوع جديد مثلا من ازايز المايه، حلو. طب النوع الجديد ده هل الناس هتشربه وهتتقبله؟ تمام، طيب هل يعني ثانيه كده خلينا ننزل تحت، هل الناس يعني هتشتري المايه دي؟ طب افرض انت عملت ويب سايت وعملت سوشيال ميديا وبلا بلا بلا ويلا ننزل ونوزع المنتج، والمنتج ده احنا متاكدين انه هيبهر الكوكب كله، بعد كده تلاقي اصلا حاجه انت مش واخد بالك منها وحاجه انت مش عامل حسابها خالص بوظت لك كل حاجه، ما انت ضربت نفسك وضربت السوق وضربت كل حاجه. فانت ابني الاول على الارض. طب هل يعني غير الناس هتتقبله والناس هتشتريه، هل انت عندك تقدر تغطي الطلب؟ يعني انت هل هتقدر تغطي الطلب؟ طيب انت دلوقتي لو انت نزلت على السوشيال ميديا ونزلت على الاعلانات وعملت اعلانات وعملت ويب سايت والكلام ده كله، وجيت بعد كده لقيت نفسك لا انت في حاجات انت مش ظابطها بالنسبه لك، يعني في حاجات اصلا انت مش مظبطها، يبقى انت بتصعب الامور على نفسك اصلا. يعني انت دلوقتي لو انت جيت ورحت نازل على السوشيال ميديا ورحت عامل كامبين ومش عارف ايه والكلام ده كله، وجيت بعد كده لقيت نفسك اصلا الناس مش متقبله، يعني الناس مش بتشتري منك، الناس مش بتعمل احسن حاجه علشان تقدر ان هي توصل لك وتقول والله اه ده المنتج ده جامد جدا والناس ما بقتش تتكلم عن المنتج. طب ما انت صعبتها على نفسك، انت جيت قلت والله يا جماعه يا ناس يا كل الناس انا دلوقتي موجود وببيع المنتج ده. طب انت موجود وببيع المنتج ده بتقول لمين؟ والله انا بقول مثلا عملت ان انا هاخد 10,000. تمام، لو انا مثلا هاخد تمام، تعالى كده نقول لو مثلا قبل التيست، لو انت مثلا هنا اقول عملت تمام اعلانات قبل ما تتست المنتج. تمام، طب قبل ما تتست المنتج، قبل ما تعمل تست ممكن تجربه على مين؟ على اصحابك؟
تمام، على مثلا قرايبك، تمام، على مثلا اخواتك، تمام. طب الناس دي كده ممكن تتشكل كام؟ يعني الناس دي ممكن تتشكل كام؟ انت ممكن توصل مع الناس دي لحد 100 شخص. طيب انت دلوقتي الناس دي وصلت معاهم ان المنتج فيه عيب مهم جدا جدا، فانت اخدت هنا 100 شخص بس من السوق بتاعك، حلو. فالناس دي هي اللي فهمت العيب وفهمت الموضوع فيه ايه وفهمت انت المشكله عندك فين. طب تعالى مثلا نقول لو انت تمام عملت التسويق او الاعلان من غير تيست، تمام، وصلت مثلا، هنقول يعني هنقول مثلا انت وصلت ل 10% مثلا، او وصلت مثلا ل 10,000 شخص، تمام، وبعد كده اكتشفت عيب. طب انت هنا في مشكلة، انت اصلا حرقت نفسك في السوق، ولعت في نفسك، يعني انت جيت كده في ميدان عام ورحت مولع في نفسك قدام الناس كلها. هو ده اللي بيحصل في السمول بزنس بالظبط، ان الناس بتيجي تنزل وتشتغل والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج تبتدي على اريا صغيرة، على مجتمع صغير، تمام، تشوف الناس اللي حواليك، اللي في الكومباوند، اللي معاك، اللي في معاك في الشغل، اللي معاك في المدرسه، اللي معاك في عيلتك، اللي معاك في اي حته، تمام. فانت هنا محتاج تبتدي على مجتمع صغير، تتست عليه مجتمع صغير، تتست عليه الشغل بتاعك، تشوف هل انت فعلا قادر، يعني انت قادر تعمل ده، تمام، يعني انت قادر تبتدي تشتغل على المجتمع ده، وان انت والتارجت اودينس دول وتستهدفهم وتشتغل معاهم وتحقق معاهم تارجت وتبتدي تطلع المنتجات وعيوبها والكلام ده كله ولا لا، تمام. طيب بعد ما خلاص انت عديت التركايه دي وعملت تيست ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص ابتدي بقى بعد كده، تمام، ابتدي اعمل سيت اب، تمام، للبيزنس بتاعك. خلاص انت كده كده انت ظبطت دنيتك، خلاص يا جماعه احنا عارفين احنا مين وبنعمل ايه، وعملنا تيست على المنتج، وبعد ما عملنا تيست على المنتج عملنا السوشيال ميديا بتاعتنا والويب سايت بتاعنا، وبدانا نأهل نفسنا ان احنا ننزل، تمام. طب في بقى غلطه تاني ممكن تحصل، او في حاجه غلطه مهمه جدا جدا، الاستعجال، تمام. الاستعجال هنا يعني نقطه يعني مهمه جدا جدا جدا، وفي ناس كتير بتقع فيها. انا مستعجل، لازم أنا انزل مع يوم 1/5. طب ليه 1/5؟ يعني ليه؟ ايه الفكره في 1/5؟ ليه مش 1/6؟ ليه مش 1/7؟ ليه مش 1/10؟ ليه مش 1/12؟ ليه مش مثلا 16/4/2022 مثلا؟ ليه تاريخ معين ده هو ده اللي انا انزل فيه؟ تمام؟ انت تستعجل لو في منافس جاي وراك، تمام، وبيحاول ياخد منك اكبر وبنفس الفكره وياخد منك شريحه من السوق، هنا انا محتاج اجري بخطوات سريعه. ان انا ما تروح محدد وقت معين وتقول والله انا لازم انزل في الكريسماس، والله انا انزل في البلاك فرايداي علشان مش عارف ايه، اي افتكاس، اي كلام، ما ينفعش. فانت ما ينفعش ان انت تستعجل، ودي حاجه مستفزه جدا، تستعجل وبعد ما تستعجل في الحته دي تقول والله انا مش محتاج انزل. طب انت يا حبيبي جاهز للكلام ده؟ انت عارف هتنزل ان انت ازاي؟ لا انا هنزل احرق نفسي واجي. ما ينفعش. فانت ما ينفعش ان انا كسمول بزنس انزل وابتدي اشتغل، او انت حتى لو انت ستارت اب وابتدي اشتغل وانا واحرق في نفسي وابتدي انتشر بشكل كبير جدا، وابتدي ان انا ابتدي ان انا اوزع انتشر واوزع في محافظات تانية، اوزع في مناطق تانية والكلام ده كله، وابتدي ان انا اكون مش موجود، تمام. طيب بعد كده انا خلاص ظبطت النقط بتاعتي وعرفت انا ايه النقط اللي عندي فيها مشاكل ومحتاج اظبطها از بزنس، وبعد كده المفروض ظبطت الويب سايت، وبعد الويب سايت المفروض ان انا ظبطت السوشيال ميديا بتاعتي والاد فاليو بقى والحاجات اللي احنا بنقعد نجهزها دي بشكل كبير، تمام. لازم بقى هنا تظبط البيزنس بتاعك. يعني ايه تظبط البيزنس بتاعك؟ يعني تبتدي تشوف انت كماركتنج بقى، يعني انت دلوقتي كماركتنج المفروض هتعمل ايه، تمام. انا دلوقتي خلاص انا عملت تيست في السوق
وفاهم المفروض المنتج هيمشي ازاي والفيتشرز بتاعته هتمشي ازاي والتفاصيل بتاعت طيب عدد تمام عدد المنتجات اللي معاك كام؟ طب انت معاك منتجات تغطي بقيه الناس دي كلها؟ اه انا معايا منتجات تغطي. ما اروحش اعمل ماركتنج لجمهوريه مصر العربيه وانا معايا 5 بوكسز المفروض ان انا عايز انزل ابيعهم خلال الشهر ده. طب صباح الخير، انت اصلا ليه بقى مصر كلها؟ مش فاهم. تمام يعني ليه؟ يعني ليه؟ فانت لازم تكون مظبط عدد المنتجات على عدد الاريا اللي انت هتشتغل عليها. زي ما احنا بنقول بالظبط كده في ايه؟ تمام؟ زي ما احنا بنقول هنا بقى ايه؟ ما كده ما بنفصل بقى نرجع بقى لاسلوب ماركتنج اللي هو ايه؟ المكان تمام يكون متظبط مع المنتج، تمام يكون متظبط مع الاعلان اللي انت هتشتغل عليه او الاعلان اللي انت هتوجهه للمنتج ده والمكان ده بالسعر المناسب. تمام؟ ماركتنج ميكس بقى. تمام؟ هل انت بقى مظبط او عامل سيطر للكلام ده ولا لا؟ هل او انا هنزل الكلام ده بالنسبه لي مظبوط ولا لا؟ طيب بعد خلاص المكان مثلا ممكن او الاماكن بتاعت العملاء. والله انا عارف ان اكتر ناس بتشتري هي الناس اللي في مدينه نصر، خلاص انزل فيها. تمام؟ طب انا عارف ان انا هنزل بالاحذيه، اكتر حاجات بتتباع هناك الاحذيه الحريمي. خلاص انا عارف انا هنزل بالمنتج ده، انا معايا احذيه رجالي واطفالي وبناتي ومش عارف و37 و49 زي الفل. حلو بقى، طب ابتدي بقى ستارت بقى، ابتدي بقى تبيع اونلاين. خلاص انت هتوجه اكتر منتج مطلوب على اكتر مجال مستحم بايه؟ بالعملاء. تمام؟ هوجه الاعلان مثلا من خلال ايه؟ من خلال ايه بقى؟ هنا بقى السؤال. يعني اسهل اجابه ممكن تيجي نشتغل فيسبوك. هنشتغل فيسبوك. طب يعني صباح الخير، انت ليه هتشتغل فيسبوك اصلا؟ يعني ليه مثلا مش جوجل ادز؟ ليه مثلا مش تيك توك مثلا؟ ليه مثلا مش هتشتغل على اليوتيوب؟ ليه مثلا مش هتشتغل مع انفلونسر؟ تمام؟ سواء على حسب بقى اللي هم بيشتغلوا الانفلونسر دول على اني بلاتفورم. ليه يعني ليه بقى اول سؤال اول اجابه تجي لك فيسبوك؟ تمام؟ خلينا هنا نشوف الناس اللي موجوده علشان تشتري احذيه حريمي في القاهره او في مدينه نصر زي ما بنقول، اصلا بيفتحوا ايه؟ يعني بيفتحوا فيسبوك؟ بيفتحوا فيسبوك. طب هم اصلا هنا بقى في فرق، انا ممكن يكون عندي 1,000,000 شخص على فيسبوك وعندي 5,000 على تيك توك، بس ال 5,000 اللي على تيك توك اقدر اجيب منهم 100 شخص يشتري، المليون اللي على فيسبوك ممكن ما حدش منهم يشتري. المنافسه هناك عاليه جدا، المنافسه هنا قليله جدا. تمام؟ عدد الجمهور هنا سبيسيفيك جدا، عدد الجمهور هناك مفتوح. تمام؟ فهنا بقى الاعلان ده عباره عن استراتيجي. تمام؟ بالذات للسمول بزنس، اول طلعه ليك هي اهم طلعه. تمام؟ فهنا الاعلان تمام حسب الاستراتيجيه. تمام؟ طيب انا لما اعمل استراتيجيه لازم اتاكد الاستراتيجيه دي هل هي مختلفه؟ يعني الاستراتيجي بتاعت هل المحتوى اللي هقدمه، المحتوى مش المقصود بيه البوست بتاع السوشيال ميديا مبدئيا، المحتوى اللي هقدمه مناسب؟ تمام؟ ده كله في جزء الاعلان، عشان انت بتعمل اخترت مجال كويس ومنتج كويس نعمل عنه اعلان نبوظ الدنيا. تمام؟ طب السعر بقى مناسب؟ طب انا دلوقتي انا هنزل بشوز مثلا ب 1500 جنيه مش عارف في اي منطقه ممكن ما تدفعش الكلام ده، او عملاء ما يشتروش من هناك دول، او عملاء. طب هل السعر مناسب؟ فانت هنا لازم تبتدي تسيت اب بقى، سيت اب بقى الكلام ده. انا المفروض اسيت اب بقى الكلام بتاعي ده. ممكن استخدم ايه؟ جوجل اد. ممكن استخدم ايه بالظبط؟ تمام. طيب حاجه تانية كمان مهمه بعد السيت اب والاجزاء دي كلها، انت هل الـ عملت اويرنس اصلا؟ تمام؟ وضع العملاء هنا ايه؟ يعني الكلاينتس هنا وضعهم عامل ازاي؟ هل اصلا الناس دي عندها اويرنس بالبرودكت بتاعك؟ ده برضو يعني سؤال مهم جدا. تمام؟ الكلاينتس دول عندهم اويرنس؟ تمام؟ هل هم فاهمين اللي انت هتعمله؟ فاهمين اللي انت هتبيعه؟ تمام؟ هم اوريدي مش هيكونوا عارفينك. تمام؟ لان انت لسه ستارت. تمام؟ طب هل الناس دي عندها اويرنس؟
طب الاويرنس هنا بتقسم لاكتر من جزء، تمام؟ هم عندهم اويرنس عن المنتجات بشكل عام، هم عارفين الاحذيه، عادي مفيش حد ما بيلبس احذيه. الاحذيه، هل الناس دي فاهمه المنتجات؟ فاهمه المنتجات. طب فاهماك انت بقى، تمام؟ عشان ممكن تلاقي حد يقول لا، الناس عارفه الاحذيه دي بتشتريها عادي كده. طب هي الناس اصلا عندها اويرنس عنك اصلا؟ انا ممكن يكون معروض عليا مثلا لابتوب، ممكن اروح اشتريه مثلا من مكان عشان انا بتراست قوي في المكان ده، وهو نفس اللابتوب، بس لا، انا هشتريه من المكان اللي انا عارفه، ما اشتريش من حد انا مش عارفه، عشان ما اضمنش بعد كده بقى ايه اللي هيحصل، ممكن ضرب، باظ، اي حاجه. انا فهل انت هنا الناس اصلا عندها اويرنس؟ طب انا مش عامل اويرنس، طب هل هنا في بقى عندك هيستوري مثلا؟ يعني انت هنا عندك هيستوري، يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا الناس دي فاهمه انت لو حد جه قال لك انت فين؟ يعني انا مثلا حد مثلا كنت يعني على سبيل المثال بيبيع احذيه في وسط البلد، حلو جدا، بس المكان ده اول ما بتخش اي حد من السيلز اللي واقف جوه بيقول لك والله احنا اصلا كل الشغل اللي عندنا انتاج مصانعنا، وشغالين من مصنعنا من سنة 1997، تمام؟ هو عنده هيستوري، تمام؟ فاوريدي خلاص الناس دي هي قديمة في المجال، فالناس دي خلاص فاهمة هي بتعمل ايه. فانت لو الناس مش عارفاك، واحدة من الاستراتيجيات المختلفة ان انت بتكون عندك هيستوري، تمام؟ طب هل انا كسمول بزنس ممكن يكون عندي هيستوري؟ زي الراجل بتاع الايه، بتاع الاحذية ده، هو سمول بزنس كستور بيبيع فيه، لكن كمصنع لا، هو عنده هيستوري كبيره. طب انا دلوقتي كسمول بزنس ينفع ان انا اركب هيستوري بتاعت حد غيري لو انت ريليتد بيه؟ يعني مثلا انا دلوقتي بعمل زي ما مثلا بيقول، هي نفس المثال، انا دلوقتي هفتح ستور عشان ابيع احذيه، حلو جدا، هروح لمكان تقيل بيبتدي ان هو يورد بشكل كبير وقديم، فاروح اقول له ايه لما حد يجي لي والمحل جديد اول ما يخش عندي؟ لا يا فندم، احنا الاحذيه اللي عندنا كلها من سنه 1900، من مصنع من سنه 1997. طب انا جديد اصلا، انا صباح، انا لسه اصلا فاتح، تمام؟ انا ابيض لسه، دي اول قطعه تطلع من الستور نفسه كله، تمام؟ لا هنا انت بس بتكلم، لا بتكلم وانا واثق، تمام؟ بتكلم وانا الدنيا بالنسبه لي لا واثق جدا، انا عارف انا ببيع ايه، خلاص. فانت هنا حطيت تراست، تمام؟ يعوض الاورنس اللي انت عملته، يعوض ايه الاورنس؟ عشان لما يجي لك حد تبتدي ان انت تبتدي ان انت تشتغل معاه بشكل وانت واثق، انت عارف انت بتبيع ايه، انت عارف انت شغال على ايه بالظبط، ايه اللي انت شغال عليه وايه اللي انت بتبيعه، وفي نفس الوقت بتعوض ان الناس بتقول لك لا انت انا ما اعرفكش اصلا، انا ممكن اشتري منك وانا خايف. طيب ايه تاني ممكن اصلا تبتدي تشتغل عليه؟ كل الحاجات دي بتجهزها علشان وانا بماركت لسمول بزنس، ما ينفعش اعمل سمول بزنس وانا مش عامل عليه حاجه تدي بنفيتس او تدي اضافات مختلفه، تمام؟ لازم يكون عندك اضافه الناس تتشد ليها. طب انت ممكن تكون عامل اوفر، تمام؟ هل استراتيجيه الاوفر دي مهمه؟ يعني انا دلوقتي لو انا عملت اوفر عملت اوفر في السمول بزنس، هل ممكن الناس تفكر ان انا بعمل اوفر علشان ان انا اوسع من دايرتي؟ انت ممكن تعمل اوفر باشكال مختلفه خالص، يعني الاوفر ما بقاش بس معتمد كسمول بزنس ان انا ببيع قطعه وعليها خصم، تمام؟ كسمول بزنس لازم انا اكون حاسب حته مهمه جدا جدا، حته مهمه جدا جدا في حته الاوفر، عشان شركات بتكون سمول بزنس وتبتدي تعمل اوفر وتطلع منه خسرانه، تمام؟ لازم أن تكون حاسب صافي، تمام؟ صافي الربح، تمام؟ انت هتعمل اوفر، اوكي، تمام، زي الفل. طب انت هتكسب منه ايه؟ يعني انت دلوقتي عارف انت هتكسب ازاي وحاسبها صح ولا لا، تمام؟ لان بعض السمول بزنس بيبقى عامل الاوفر عشان هو يموت في السوق، تمام؟ يعني هو عامل اوفر وباع كويس والدنيا تمام وزي الفل وكل حاجه، بس هو مات بقى، تمام؟ يعني هو عامل الاوفر وهو باع من هنا
وما بقاش معاه فلوس من هنا. طب حاجه كمان بقى، هنا الجروس نفسه عامل ازاي؟ تمام؟ يعني ايه جروس؟ يعني انت دلوقتي حاسب انت بالاوفر ده المره او الشهر الجاي او الكوارتر الجاي هتعمل اوفر برضه ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مكسبك، تمام؟ ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ تمام، خلينا هنا نقول مكسبك على مدار الشهور عامل ازاي؟ والله انا في الشهر الاول تمام كسبت مثلا 1000 جنيه، تمام، التاني تمام هكسب 1000 وكام؟ هنقول 1000 مثلا و400 جنيه، تمام؟ فانا هنا المفروض النسبة بتاعتي بتعلى، فهن انت وانت بتعمل الاوفر او بتعمل الاوفر بتاعتك حاسب انت هتكسب كام على مدار الوقت، تمام؟ طب التالت، هل انت حاسب انا في الشهر التالت المفروض ان انا هكسب 1000 وايه و800 جنيه، تمام؟ او انا عارف ان انا هطلع مكسب بتاعي 1800 جنيه مثلا، ال 1800 جنيه دول طبعا يعني مثال صغير بحيث ان احنا نقرب الفكره، تمام؟ فهنا انت لازم أن تكون حاسب وانت بتعمل الاوفر، حاسب تخسر نفسك وتلاقي نفسك ما معكش فلوس في الاخر فتقفل، يبقى انت نفعت الناس وعملت اويرنس والناس اشترت وانت قفلت، تمام؟ فتبقى حاجه مش تبقى مش احسن حاجه يعني، تمام؟ طيب ايه تاني مثلا انت ممكن تشتغل عليه مثلا، او ايه الحاجات المهمه جدا وانت شغال كماركتينج لازم انت تتابعها مع التيم بتاعك عشان تكون انت فاهم انت بتعمل ايه، يعني تكون فاهم انت اللي انت شغال عليه ده صح ولا غلط، هل اللي انت بتعمله ده شيء مظبوط والدنيا بالنسبه لك تمام ولا لا؟ انت ممكن تعمل كوبونات، تمام، عشان تعوض الايه، تعوض الخساره او تعوض اللي انت الاوفر اللي انت بتعمله، يعني انت مثلا هتشتري قطعه، تمام، مثلا زي ما بالظبط كده واحده من البيزنس اللي بيستعمل نظام الكوبونات ده بشكل قوي جدا جدا، تاون تيم، تمام، تاون تيم من الناس اللي بحبهم بصراحه في الحته دي. ممكن بقى يجي يقول لك ايه، والله خد اتنين تمام وتاخد عليهم واحده، تاخد كوبون يعني عليه واحده، تمام. طيب لو انت ممكن تاخد اربعه، تمام، بص هنا بقى في نقطه، لا مش بتاخد اربعه، هنا بتاخد ايه، ثلاثه، تمام، والثلاثه دول عليهم اتنين، تمام. طب انت ممكن تاخد بدل الثلاثه تاخد اربعه، تمام، والاربعه دول تمام عليهم 6 قطع، تمام. طب الراجل ده رهيب، انا دلوقتي دخلت واشتريت اتنين وخدت واحده، فبقيت ايه، معايا ثلاثه، طب انا ايه المشكله، انا ادفع ثمن الثالثه وهاخد اتنين، حلو جدا، يبقى انا خدت 5 قطع زي الفل. بس انت اصلا عقلك في الاصل ما بيحسبش ان انت دافع ثمن ثلاثه، مش دافع ثمن القطعه الثالثه بس، تمام. يعني انت عقلك اصلا في الاول مش بيحسب ان انا اشتريت اتنين وخدت عليهم واحده، حلو جدا، طيب طب ما انا دلوقتي معايا ثلاثه، طب ما انا ادفع ثمن الثالثه دي واخد اتنين، يا حبيبي انت اصلا دافع اتنين في الاول، تمام. فهنا العقل بيبتدي يتشد، طيب انا دلوقتي خلاص اشتريت ثلاثه وخدت عليهم اتنين، ايه ده، ده خمسه، طب حلو، طب ما الخمسه بدل ما انا كده كده واخد 5 قطع هدفع ثمن اربعه بس واخد سته، يبقى انا اشتريت 10 قطع، خلاص انا كده قفلت الشتاء كله، انا ماكسي طول الشتاء، مش هجيب حاجه طول الشتاء، فاوريدي هو وصلك للي انت عايزه، او وصلك اللي هو قصدي عايزه، تمام. فحته الكومونات، وفي نفس الوقت هو باع 10 قطع على فكره، تمام، ما باعش 4 قطع بس، هو باع 10 قطع وال10 قطع دول قدر يطلع منهم مكسب كمان، تمام. انا لو كسبان في اول السيزون مثلا 100 جنيه من القطعه، لا انا ممكن اكسب اخر السيزون 40 جنيه من القطعه، مش مشكله 20 30 جنيه من القطعه، بس في نفس الوقت انا صفيت، ما خارج من السيزون مش خسران، الدنيا بالنسبه لي فيها مكسب، فزي الفل جدا. وفي نفس الوقت انا كعميل اتبسطت، وكل شهر سوري كل سنه هروح اشتري معاك، تمام. حاجه كده كويسه جدا، حاجه بتفهم بتفهم كويس جدا. طب حاجه بقى من الحاجات المهمه جدا بقى في حته الاعلانات برضو واحنا شغالين، او حته السمول بزنس، التعاقدات، تمام. انت في سمول بزنس، تمام، من التعاقدات يعني وصلت للقمه، تمام.
انت حته الريليشن ما بين البيزنس بتاعك وما بين بيزنس تاني، وان انتوا تعملوا مع بعض ريليشن او تعاقد ما بينك وما بينهم علشان تقدروا ان انتوا تعملوا حاجه كبيره جدا، فدي تبقى حاجه في منتهى الجديه. في سمول بيزنس اعرفه كان عايز يخش مؤتمر او معرض كبير، بس هو مش معاه فلوس كافيه، يعني كان معاه حوالي 70% من ثمن، 70% من ثمن البوث اللي المفروض هيشتروه جوه المعرض ده، تمام؟ فكانت من الحاجات الظريفه جدا ان هم تواصلوا مع اكتر حد من السمول بزنس ككومبيتيتورز، وقدروا هو كان اسمه كان اسمه ايه؟ تي ام، والتاني مش فاكر بصراحه كان اسمه ايه. دخلوا كانوا في التك، تمام؟ دخلوا الاثنين مع بعض في شراكه، وفي الشراكه دي قدروا الاثنين يخصوا ببوث واحد، تمام؟ باسم ان هما الاثنين شركه واحده، لكن ليها ايه؟ فرعين او ليها جزئين، والاثنين داخلين بايه؟ بنفس البوث، وحطوا الاثنين يافطتهم هما الاثنين عاليه، وعملوا ريليشن شيب قويه جدا جدا، وقدروا ان هما يحطوا كمان في اخر ايام المعرض ده منتجاتهم مع بعض، يعني اللي يشتري مثلا هنا من قطعه يكسب عليها، ياخد عليها قطعه من هنا وما الى ذلك، وعملوا شغل جامد جدا جدا. فهو هنا من خلال التعاقد، من خلال التعاقد هو كان هيدفع، او هو كان معاه 75%، تمام، من ثمن المعرض، تمام، من التعاقد، تمام، دفع 50% بس، تمام، يعني هو عمل تعاقد دفع 50%، تمام. فهو هنا قدر ان هو يكسب من حته ايه؟ الريليشن. قدر يكسب من حته ايه؟ الريليشن، اللي هو يعمل تعاقد ما بين ما بينه وما بين ايه؟ وما بين الشركات الثانيه، تمام. فحته التعاقدات دي بتفرق كتير جدا جدا مع السمول بزنس، تمام. فانت ممكن تكون مع سمول بزنس ثاني، بس بتيجي تحسب مصلحتك هتطلع ايه في الاخر. تكون مثلا مع سمول بزنس كبير، بس هتحسب في الاخر البيزنس بتاعك عامل ازاي، وتفاصيل البيزنس بتاعك رايحه فين، والقصص دي كلها، تمام. فمن الحاجات المهمه جدا جدا حته الريليشن شيب، تمام، حته الريليشن شيب يعني من الحاجات القويه جدا جدا، اللي اول ما بناخد كده بيزنس نبتدي نشوف، نعم، يعني صباح الخير، البيزنس ده بقى بيقول ايه، تمام، يعني البيزنس ده المفروض ان هو بيتكلم في ايه، او بيحكي في ايه، او تفاصيله عامله ازاي، ونبتدي بعد كده نشوف التولز اللي واخدها ايه، وبعد التولز اللي واخدها ايه ممكن ان احنا نعمل ايه. طيب ايه الحاجات بقى اللي احنا ممكن اصلا نماركت بيها جوه للسمول بزنس ده، تمام؟ الحاجات اللي انت ممكن تسوق بيها ايه بالظبط؟ بص، انت اهم حاجه، اهم حاجه قبل ما تسوق لازم بقى ايه، تفهم كده شويه نقط اساسيه، تمام؟ عمليه الادفرتايزنج يا جماعه في السمول بزنس لازم هي اصلا اخر حاجه في السمول بزنس، لو هي مش اخر حاجه فهي ضروري جدا تكون اخر حاجه. البروموشن ده بيكون بعد ما انت اشتغلت ونزلت السوق وبعت وطلعت نتائج وبقيت تكسب كمان، تمام. طب انا هعمل كل ازاي ده من غير اعلانات؟ لا، تنفع من غير اعلانات، تنفع ان انت تنزل بنفسك تلف وتبيع، تنزل بنفسك وتحاول تعمل ريليشن شيب زي ما قلنا، تنزل بنفسك وتحاول ان انت تثبت على ارض الواقع ان انت بتبيع، انت منتجك شغال بيتباع، ليه مساحه، قادر ان انت تشتغل. انما ما تروحش ان انت تعمل اعلانات ويلا بينا ادفرتايزنج، وتيجي في الاخر الناس ما تشتريش، تقول لك وتقول المشكله فين، تمام. هتجس السوق بنفسك، مش هتبقى قاعد على اللابتوب في المكتب او في البيت وبتبتدي ان انت تشتغل كده، تمام. فانت هنا ده مهم جدا انت تفهم اصلا بقى، تمام، العملاء بتوعك لازم تكون فاهمهم بشكل كبير جدا، انت لازم تكون فاهم العملاء. طب انا دلوقتي كواحد بشتغل سمول بيزنس لازم انا اكون فاهم العملاء، لازم تفهم ايه تاني؟ القيمه اللي انت بتضيفها، الفاليو، تمام، ايه القيمه اللي انت هتضيفها للسوق، تمام. حد من او واحده من الشركات بتكلمني بتقول لي والله احنا دلوقتي محتاجين ننزل السوق. طب انتوا محتاجين تنزلوا السوق؟ كويس جدا جدا جدا، حلو، تمام. انتوا دلوقتي، يعني انت دلوقتي ايه اليونيك فاليو بتاعتك؟ تمام، يعني ايه القيمه المختلفه ان لما ننزل انا وانت كده السوق واقول لهم يا جماعه الناس دي بتبيع كويس جدا جدا، او الناس دي بتقدم حاجه في السوق، هل انت عندك سابقه للمنتج بتاعك والسيرفيس بتاعتك؟ لا، انا عندي عملاء. حلو، طب ماشي، عندك عملاء، العملاء بتوعك دول ما اشتروش،
بيتلو ماتوا، تمام؟ انت بتقول ان هم كنت فاتح قبل كده وبتبيع، طب انت دلوقتي لازم يكون في حاجه مميزه. يعني انت دلوقتي ايه اللي بتضيف؟ انت دلوقتي بتقدم سيرفيس ماركتنج، ماشي، اوكي. انت بقى بتضيف ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي انت بتضيفها؟ تمام. فانت لا، مفيش اي حاجه، تمام. فانت لا، لازم تكون عندك حاجه معينه، انا عارف هدخل اجيب ايه منين، تمام. واحده من الكيسز اللي كنت لسه كاتبها من ساعه تقريبا، شركه في كندا رائعه دخلت السوق بتاع المكسرات والحاجات دي، داخله عارفه هي رايحه فين، داخله بتقول انا هدخل السوق علشان الناس اللي بتشتغل في كندا يومها سريع جدا جدا، ما بتلحقش ان هي تاخد اللونش بتاعها، فانا هديهم سناكس ياكلوها، مش هتعلم السعرات الحراريه بتاعتهم، ولا ان هي هتبوظ الايتنج روتين بتاعهم، الاكل بتاعهم، وفي نفس الوقت حاجه صحيه، وفي نفس الوقت هتشبعهم، تمام. فهنا دخل هو فاهم هو عايز يروح فين لمين بالظبط، تمام. قدر ان هو يعمل يسال الناس كده، انتوا دلوقتي داخلين، طب انتوا محتاجين ايه بالظبط في شكل الديزاين بتاع الباكج، تمام. قال لك لا والله احنا محتاجين نشوف الحاجه قدامنا عشان نتاكد ان هي، فبقى الغلاف بتاع الباكجينج بارز في الانواع بتاعت الايه، المنتجات اللي من جوه، تمام. فبقت الناس بتحبه جدا وبتشتريه، خلاص. مع الوقت بدا يوصل لحوالي على ما اتذكر 4300 ستور، وبدا يبيع وعمل ريليشن شيب، تمام. برضو من الحاجات اللي كنا لسه بنتعامل ريليشن شيب مع متاجر كبيره وما الى ذلك عشان يقدر يوصل للناس بشكل اسرع، تمام. فلا، انت لازم تكون عارف انت رايح فين، بتضيف ايه، الكلام ده كله لازم تحدد هدف، تمام. انا لو واحد بتاع ماركتنج مش عارف الحاجات دي، يبقى انا مش يبقى انا هغرق السمول بزنس. الهدف بتاعك ايه؟ يعني هدف بس، مش هدف بقى ان انا ابيع، لا، صباح الفل، انت هتبيع ايه؟ طب انت هتبيع كام؟ امتى؟ فين؟ تمام. فانت تحديد الهدف هنا لازم أن يكون الهدف اصلا يعني محدد، يعني لازم الهدف ايه يكون، ايه لازم الهدف يكون محدد، انت عارف انت هتعمل ايه بالظبط، تمام. انت هتعمل ايه؟ انت عارف ان انت هتبيع، تمام، اوكي. طب هتبيع لمين؟ هتبيع قد ايه؟ انا والله داخل اعمل اورنس. طب حلو، تمام، اورنس لعدد قد ايه من الناس، يعني مين من الناس اللي انت هتعمل لها اورنس، تمام. فانت لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه بالظبط، تمام. لازم يكون انت عندك اصلا مرونه، تمام. هل انا لو انا مش عندي مرونه، انا مش قادر ابيع بشكل كبير، هل انا هقدر ان انا اتحمل، هقدر ان انا اعدي عادي جدا وابتدي اشتغل على ده؟ بالمناسبه المرونه هنا معناها ان انت تبتدي تبيع بشكل مختلف. انا ممكن ابيع ايه؟ ممكن ابيع في الشارع، تمام، عادي جدا ابيع في الشارع، تمام. انا ممكن ابيع في محلات، تمام، ممكن ابيع اونلاين، تمام، ممكن ابيع في المدارس، تمام، ممكن ابيع في الجامعات، تمام. انت لازم يكون عندك شيء من المرونه بشكل كبير، ما بقاش انا قاعد وعايز ابيع البرودكت بتاعي وعمال اقول والله ده ما حدش عايز يشتري مني، المحلات مش تشتري مني. حبيبي، انت ممكن تبيع من النت، ممكن تبيع، تدخل تعمل ديل مع مدرسه، تعمل ديل مع جامعات، ممكن مدارس وجامعات مش شغاله، تعمل مع شركات نفسها. في الشركات تقريبا في مصر كلها بيبقى عندها مشكله لما يجي الموظف في نص اليوم عايز يجيب اكل. انا موظف في نص اليوم عايز اجيب اكل، تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنبعت حد يجيب اكل، تمام. طب هناكل ايه؟ طب شركات مصر تقريبا كلها كده. طب ما دي احتياج، ده نيد، تمام. انا ممكن انا اتعاقد مع الشركات ويبقى متفق مع الناس ان سعر الوجبه كل يوم مثلا هتكون في حدود 10 جنيه، تمام. وكده كده الناس بتصرف في مينيمم 10 جنيه، فخلاص على مدار الشهر هيبقى من كل واحد مثلا 300 جنيه، فخلاص اوريدي ال 300 جنيه ده انا هقدر ان انا بعد الديل معاه مع كذا شركه انت هتقدر تكسب. فاوريدي هنا انا هعمل ديل مع اكتر من شركه واقدم لهم الوجبات واوصلها لهم، اوريدي انت بدات، تمام. فانت لا، شوف افكار مختلفه، ابتدي ان انت ابتدي ان انت اشتغل على الحاجات دي. ها كمان، ما تلزمش نفسك بمواعيد عمل، تمام. انت احنا كبتوع ماركتنج لما بنشتغل مع ستارت اب او بنشتغل نشتغل مع سمول بزنس، ما بنلزمش نفسنا بوقت. مش عارف ان انا شغال مع الناس دي لمده معينه او من الساعه كذا للساعه كذا وخلاص، لا. انت دور على، او لو انت معاك بيزنس وعايز تشتغل حد معاك ماركتنج،
يبقى خليه فاهم الحته دي. لو انت حد ماركتينج هتشتغل مع سمول بزنس، لا خلي بالك السمول بزنس هيشغلك في كل حاجه وفي اي وقت وفي اي مكان، عشان بس تبقى فاهم. تمام، يعني مش هنضحك على بعض وهنقعد بقى نقول لا مواعيد العمل ومش مواعيد العمل والقصص دي مش هتنفع. تمام، طب انا دلوقتي ممكن اشتغل لازم وانت بتسوق لبزنس صغير، تمام، تحط كده في حسابك، تمام، وانت بتستخدم 50% مينيموم، على الاقل 50%، تمام، تسويق مجاني. طب التسويق المجاني ده هيجي منين؟ هيجي من حاجات كتير، هيجي من الايميل، من الاس اي او. طب تعالى كده السي او مثلا، هنيجي مثلا الايميل، تمام، هيجي مثلا الجروبات، تمام، هيجي مثلا الورد اوف ماوس، تمام، ال هنقول كده مثلا نهج الكلام، تمام، هيجي من ايه مثلا؟ مثلا من الهدايا. تمام، انا دلوقتي بطلع منتج هديه على منتج شركه تانيه جديده، تمام، فالناس استخدمت نفس قصه الماسكات اللي كنت حكيتها قبل كده، شركه بتبيع بامبرز للبيبيز وشركه تانيه بتبيع ماسك كويس جدا جدا وجودته عاليه، فبقت تطلع الماسك مع الباكيت الكبير بتاع الايه البامبرز. فمع الوقت الشركه اتشهرت جدا وبقت تبيع الناس. انا واحد من الناس بقيت اسال عليه بقيت اسال على الماسك نفسه في الصيدليه فين، يعني انا عايز من النوع ده موجود عندكم ولا لا. تمام، فدي واحده من الحاجات المهمه جدا، يعني من الحاجات المهمه جدا أنا أصلاً وانت شغال على السمول بزنس بتاعك. تمام، طيب حاجه كمان بقى برضو مهمه، لو انت شغال في الماركتنج شغال في الماركتنج في السمول بزنس، تمام، لازم انت تشتغل على التدوين. بص كده هكتبها لك بطول السطر كله، لازم انت تدون كل حاجه. ما ينفعش ان انت تسيب الحاجه كده في مهاب الريح. انا دلوقتي هعمل كونتنت، تمام، الكونتنت لازم انا اشيل منه في شيت الاكسل بتاعي او الباوربوينت عندي او ايا كان على جنب، علشان يبقى انا معايا كوبي منه. المفروض ان انا هعمل ديل، فالديل لازم يكون معايا نسخه منه. المفروض ان انا هعمل والله ميتنج، فالميتنج لازم يكون معاك ميتنج بوينت مكتوب فيها. كل حاجه لازم تدون الكلام ده. تمام، انا تقريبا فتحت خمسه سته ستارت اب وقعوا، تمام، ما وصلوش لمرحله ان هم يبقوا سمول بزنس او ان هم يكونوا شركات موجوده، بس كنت برجع للي انا بدونه ما بكررهوش في الشركه اللي بعدها. تمام، افتح شركه يحصل فيها دروبات، يحصل فيها مطبات، وصلنا لليفل معين، وقعت الشركه، خلاص يا معلم انا عارف ايه اللي حصل في الشركه دي، فمش هيتكرر في اللي بعدها، ايه في اللي يفتح اللي بعدها. تمام، طبعا ده سنين ووقت ومجهود وكان ممكن نختصر ده كله كتير، بس لا إيه، انا بوصل لك بس فكره معينه ان انت لازم تكون انت عامل تدوين. يعني انت حد في الماركتنج لازم تكون مدون الاجزاء دي، لازم تكون مدون الاجزاء دي. قلنا ان انت ممكن تستخدم الايميل، ممكن تستخدم الايميلات، الجروبات، الواتساب، الكلام ده كله، خلاص انت لازم تكون ايه عارف الحاجات دي ومظبطها كجزء ايه في الشغل بتاعك، او كجزء في تفاصيل شغلك جوه السمول بزنس. طيب ايه تاني مثلا ممكن، خلينا كده نشوف الساعة 10، خلينا كده نشوف مثلا ايه تاني انت مثلا ممكن تخلي بالك منه وانت شغال على الايه على السمول بزنس. اول حاجه او يعني في حاجه مهمه جدا عايز اوضحها لك، لازم يكون البراندنج، تمام، ايدنتيتي، تمام، البراند ايدنتيتي او البراند، البراند ايدنتيتي، البراند ايدنتيتي من الحاجات المهمه جدا جدا وانت شغال. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اروح اعمل ويب سايت عليه الوان ولوجو غير اللي موجوده على الفيسبوك، غير اللي موجوده على الانستجرام، غير البوستز اللي بتنزل على البيرسونال اكونت بتاعي. صباح الفل، انت كده اصلا في الضياع. تمام، انت لازم يكون عندك براند ايدنتيتي عشان تقدر تظهر في السوق. انا دلوقتي عملت المنتج وعملت عليه تيست وعملت التفاصيل وبلا بلا بلا وكل القصص دي، تمام، جميل زي الفل، يلا نبلش بقى وننزل، انا مش عندي براند ايدنتيتي اصلا.
براند ايدنتيتي اللي هو يبقى انت عندك الوان ثابته، عندك هويه ثابته معروفه، لوجو ثابت، سلوجان ثابت، تفاصيل ثابته، لازم الحاجات تكون ثابته معاك، يعني لازم تكون الحاجات دي ثابته معاك، انت عارف بالظبط انت شكلك عامل ازاي، لما انت تنزل دلوقتي تشتغل لازم تبقى انت عارف شغال ازاي. طب غير البراند ايدنتيتي ممكن لازم تتابع، يعني لازم كده تتابع مع مستثمر، تمام؟ مستثمر ده ممكن يكون حد اصلا فتح شركة قبل كده، تمام؟ ممكن يكون مثلا حد اشتغل مثلا على بيع شركات، تمام؟ حد اشتغل مثلا على حد اشتغل مثلا على شراء شركات تانية، حد يكون داخل، حد شغال بيزنس ديفلوبر، تمام؟ فالكلام ده مهم جدا جدا، لازم انت تبقى فاهم الكلام ده، لازم انت تبقى انت لما تشتغل مع حد تبقى انت فاهم الكلام ده رايح فين بالظبط، انت لازم تكون متابع مع حد، لازم تكون واخد الكلام ده. طيب انا دلوقتي كسمول بزنس او كستارت اب بزنس، تمام، لازم انا اعين موظفين؟ لا انت مش لازم تعين موظفين عادي جدا، تمام. طب انت ممكن تشتغل على تاخد بقى ستيك هولدرز، تاخد بقى ايه فريلانسر، تمام، انت ممكن تاخد فريلانسر عادي جدا، اصلا فريلانسر معمول ليه عشان كده، تمام. انت ممكن تاخد، مش لازم بقى تكلف نفسك مكان وتكلم نفسك كهرباء وتجيب لنفسك مكتب قد الكون وتقعد، لا انت انا بقول لك على الاوضاع دي عشان لما تيجي تماركت او تيجي تمسك سمول بزنس تبقى انت فاهم الوضع ايه من نظره، تبقى فاهم، لان ده فعليا بيحصل، تمام. انا واحد بتاع ماركتنج وهشتغل في سمول بزنس وهمسك الماركتنج مانجر لشركه هي سمول فيها 3 افراد بس، لا صباح الفل، ايه ده كده على نفسك، احنا اصلا هنا عايشين بالزق، لا انت ابتدي واحده واحده، تمام. لازم تكون انت مظبط الاجزاء بتاعتك، فاهم انت هتشتغل لوحدك ولا هتشتغل مع فريلانسر، هل هتجيب ناس معاك ولا الكلام ده كله، يعني لازم الكلام ده كله تكون انت تكون انت فاهم، لازم انت ايه تكون ايه فاهم الكلام ده كله، تمام. الكلام ده كله مهم جدا، تمام. خلاصه الموضوع كله على بعضه، انت لما تيجي تشتغل على سمول بزنس، لما تيجي تشتغل كماركتنج على سمول بزنس، لازم تكون فاهم السمول بزنس ده بيتكلم عن ايه، لازم تكون فاهم السمول بزنس ده شغال على منتجات ايه وتفهم المنتج بتاعهم كويس جدا جدا جدا. هو على فكره السمول بزنس عشان تشتغل له ماركتنج هو سهل جدا جدا، بس لازم تكون فاهم الخطوات دي، تمام، بتكون فاهم الاستراتيجيات دي، لازم تكون فاهم التفاصيل، يعني ايه سمول بزنس والكلام ده، تمام. فانت لازم تكون فاهم السمول بزنس بتاعك ده المفروض هتشتغل على ايه بالظبط، هل انا هشتغل على تفاصيل لشركه هي معروفه ولا هشتغل على تفاصيل لشركه هي مش معروفه، طب انا هشتغل على تفاصيل شركه عارفه هي رايحه فين ولا جايه منين، لا، ولا شركه مش عارفه هي فين، طب خلاص الناس دي فاهمه وعارفه هي هتعمل ايه، طب انتوا عندكم ويب سايت، اه مش عندكم، لا لازم نعمل ويب سايت، طب سوشيال ميديا، تمام، خلاص بنينا السوشيال ميديا والكلام ده كله، والكلام ده كله لازم يكون فيه قبل ما تبني الكلام ده كله، لازم يكون فيه تيست الاول على الارض، ولازم يكون فيه براند ايدنتيتي، حلو جدا، بنينا براند ايدنتيتي وبنينا القصص بتاعتنا دي وعملنا تيست في الارض واحنا ناس بنبيع زي الفل جدا، تشتغل على جزء الماركتنج بتاع التراكنج سيستم، تبني الويب سايت بالسوشيال ميديا بالاي سي او بتاعك بالادفرتايزنج شانلز بتاعتك، خلاص انت بنيت القصص دي كلها، ممكن تعيد بقى الترتيب بتاعك وتشوف بقى انت هتشتغل على اعلان بعد التيست ولا لا، والتفاصيل بتاعك فيها ايه، ما تستعجلش ما تستعجلش ما تستعجلش، اهم حاجه ما تستعجلش في الماركتنج بتاعك او في الستارت اب، تمام. انا بقول ده دايما، بربط الستارت اب نفسه او البزنس السمول بزنس، بربط السمول بزنس نفسه بتاع الماركتنج ليه، لان هو المحرك الاساسي للستارت اب بزنس، سوري السمول بزنس ده، السمول بزنس ده لو طلع بشكل كبير، تمام، هيبقى هو السبب، ما طلعش برضه هيبقى هو السبب،
تمام؟ طبعا عدد المنتجات، طبعا لازم نظبط البرودكت والبرايس والبروموشن والبليس، الاربع حاجات دول لازم تظبطهم بشكل كبير جدا جدا جدا. طب انت دلوقتي الناس عندها اويرنس، حلو، الاويرنس عن المنتج بتاعك ولا اويرنس عن نوعيه البرودكت نفسه؟ طب ابني هيستوري، ما عنديش. طب اتعامل ازاي مع ناس عشان ابني هيستوري؟ طب انا هعمل اوفر، تمام، صباح الفل، اعمل اوفر، ما فيش مشكله جدا، بس انت حاسب صافي الربح بتاعك والجروس بتاعك رايح فين ولا لا، الكلام ده كله. طب انت الكوبونات بتاعتك هتمشي بنظام ازاي؟ طب حلو، ما فيش كوبونات ولا الكلام ده كله، انا المفروض ان انا هعمل ريليشن شيب مع شركات تانية، الريليشن شيب دي هتوصلني لفين؟ هتطلع لي ولا لا؟ طب انا ممكن اعمل ريليشن شيب مع كومباكتر، او ممكن تعمل ريليشن شيب مع كومباكتر عادي جدا جدا. لازم يكون عندك مرونة بشكل كبير جدا بعد ما تحدد فهمك للعملاء، وبعد ما تفهم الاد فاليو اللي انت هتضيفها، وتكون محدد الاوبجكتيف بتاعك والجولز بتاعتك بشكل كبير. لازم يكون عندك مرونة بشكل كبير جدا جدا في البيع والشراء، وتكون عندك ديفرنت channels تقدر تشتغل عليها. انت كواحد شغال لازم ما تلزمش نفسك في الماركتنج، لو انت شغال مع سمول بزنس لازم تبقى فاهم ان انت شغال مع سمول بزنس، لازم تديها وقت اكتر، تديها مجهود اكتر، تديها تركيز اكتر، لازم تستخدم حوالي 50% من التسويق الفور فري علشان تقدر تعلى بالشغل مع السمول بزنس ده. ما تنساش تدون كل الكلام ده او تدون التفاصيل دي كلها، طبعا بعد ما بتعمل براند ايدنتيتي، براند ايدنتيتي حقها تكون فوق خالص على فكره، تمام. ولازم تتابع مع حد يكون فاهم في جزء الايه الشركات، وممكن تشتغل كمان مع فريلانسر، مش لازم تعين ناس موظفين، تمام. خلينا كده نشوف الناس اللي معانا، حد عنده سؤال زي كل مره ولا نتجوين؟ انا شايف هنا محمد وليلى وكريم، الناس يعني كانت حاضرة معانا قبل كده كذا مرة يعني. هنشوف كده حد عنده سؤال من الناس دي ولا لا. السلام عليكم، محمد ازيك، عامل ايه؟ ازيك يا باشا؟ كيف اخبارك؟ الحمد لله. انت عامل ايه والسودان كلها عاملة ايه؟ والله تسلم عليك. سلمنا عليهم. ايه وصل ان شاء الله، الامور كلها طيبه وكل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير يا رب. كل عام وانا الحمد لله يا رب. بس ازاي انه اقدر اعمل الاينمنت ما بين الماركتنج بلان والبراند، يعني او براند ايدنت البراند استراتيجي نفسها، ايه؟ لا تاني كده، مش فاهم، معلش. يعني ازاي اوفق ما بين الماركتنج بلان او الماركتنج استراتيجي والبراند استراتيجي؟ بص هقول لك على حاجه، كبراند استراتيجي انت هنا بتلعب على جزء مختلف عن الماركتنج بلان. انت هنا في الماركتنج بلان يعني كل واحده منها ليها مفهوم مختلف. انت هتحط الجزء بتاع البراند استراتيجي بتاعتك او فكره ظهورك في البراند كاول حاجه في الماركتنج بلان بتاعتك، تمام. يعني انا دلوقتي المفروض داخل السوق جديد بشكل كبير جدا، فانا لازم هعمل براندنج، تمام. طب هعمل براندنج دي بقى، الاستراتيجيه اللي هعمل بيها براندنج جزء من شغلي، جزء من شغلي على الماركتنج بلان. يعني مثلا انا دلوقتي، تعالى كده هوضح لك هنا جزء كده. انا دلوقتي مثلا هنا المفروض ان انا هعمل، بص انا هنا كده، دي هنقول الماركتنج بلان، حلو، تمام، دي ايه الماركتنج بلان. طب انا بعد كده هاجي بعد كده المفروض ان انا هعمل جوه الماركتنج بلان دي بقى جزء انا هشتغل عليه. الجزء ده هيكون عباره عن ايه؟ جوه الماركتنج بلان حته معينه كده هشتغلها، تمام. الحته دي هتكون ايه؟ البراند استراتيجي، تمام، كاول ستيب، تمام. يبقى انا هعمل ماركتنج بلان. طب انا هعمل ايه في الماركتنج بلان بتاعتي؟ والله احنا عايزين في الماركتنج بلان دي نبتدي الستيب الاولانيه بتاعتنا ان احنا ندخل نعمل براندنج، فانا هعمل الاستراتيجيه اللي هعمل بيها براندنج عشان اوصل ابقى براند. فهمت قصدي؟ ايوه فهمت قصدي؟ ايوه تمام. فانت هتحط جوه الماركتنج بلان نفسها جزء البراندنج اللي انت هتعمله، هتعمله ازاي؟ تمام؟ لو انت جبت اي ماركتنج بلان، وممكن ابقى ابعتها لك، ابعت لك نموذج تبص عليه، هتلاقي جواه جزء البراندنج، البراند بتاعك عامل ايه؟
هل انت عامل براند ايدنتيتي، عامل براند استراتيجي، عامل جزء الهوم ورك بتاع البراند اللي بالنسبه لك مظبوط ولا لا. لو انت مش عامله يبقى ما ينفعش تعمل ماركتنج. انا هعمل ماركتنج وانا صورتي مش كامله، يعني هطلع للناس اتكلم معاهم وانا مش لابس كل هدومي بشكل كامل، فاهم؟ اوكي تمام. يعني احنا مش بنقول افضليه مش بنفاضل، ما بنفاضل بيناتهم حاليا، ولا مين اللي بيجي قبل الثاني، بس كبيزك وستارت بنبدا بالبراند استراتيجي، وبعد كده بننتقل نكمل بالظبط. السكوب بص بتاع هقول لك، انت ممكن جوه الماركتنج بلان نفسها تعمل فيزز. الماركتنج بلان تكون محطوطه على كذا نقطه، اول نقطه او كذا كوارتر. الكوارتر الاول هنشتغل براندنج، الكوارتر الثاني هنعمل الاوردز، الكوارتر الثالث هنبتدي نعمل انجيجمنت بشكل كبير، الكوارتر الثالث سوري الرابع هنبتدي انكريس سيلز، فاهم قصدي؟ جوه كل ده بقى جوه الماركتنج بلان نفسها، تمام؟ تمام. حلو جدا. حلو جدا. اوكي تمام، خلينا نشوف في حد تاني عنده سؤال، سهيل او ليلى او كريم، اي حد مش عارف. تمام عموما خلينا نشوف ان شاء الله. المفروض السنة الجديدة اللي هي خلاص هتبتدي، المفروض ان احنا كنا متفقين ان احنا ناخد كل شهر توبيك مختلف. هنشوف رأي الناس ايه على الجروب، هل هنكمل في نفس السلسلة دي ولا هنبتدي سلسلة مختلفة، وإن شاء الله يكون خير وعام سعيد علينا كلنا. وده آخر ميتنج في السنة دي الحمد لله، والسنة دي عملنا ميتنجز كتير جدا جدا الحمد لله على مدار السنة، قدرنا الحمد لله نفيد بعض الشيء للناس. ولو حد عنده سؤال او حد عنده اي حاجه كالعاده يبعتها على الميل، وان شاء الله اشوفكم على خير يوم الجمعه الجايه، ونكون ان شاء الله نشوف هنبتدي ازاي مع الناس. في حد تقريبا بعت سؤال، يوسف شكرا ليك يا يوسف، ربنا يخليك، ده من ذوقك بس. شكرا ليك انت كمان على حضورك وحضور الناس على مدار السنة دي كلها، كل الناس اللي حضرت، سواء الناس اللي بتحضر مرة ومرة او الناس اللي حضرت كل المرات. ان شاء الله خير، ودايما كده اشوفكم على خير جميعا، وتصبحوا على خير، وربنا يوفقكم جميعا. مع السلامة.